النهاردة هنتكلم مع بعض عن تقصف الشعر، مشكلة بتضايقنا كلنا وكلنا بنعاني منها ومش بنعرف نعالجها ازاي. خلينا الاول نعرف ليه اصلا شعرنا بيتقصف. اول حاجة الجفاف الشديد اللي في الشعر، لو انتي اصلا شعرك طبيعته جافة جدا او لو انتي مش بتشربي مياه كتير او مش بتاكلي خضروات كتير او فيتامينز كمان كتير في اكلك، كمان كتر تعرض الشعر للحرارة، السشوار، المكوى، الصبغات الكتير، كل ده بيخلي الشعر يجف جدا والاطراف تبتدي يحصل لها الانقسامات بتاعة التقصف دي. ليه المشكلة دي صعبة وعلاجها صعب ودايما بيبقى سخيف وبياخد وقت طويل؟ لان الجزء اللي بيقصف من الشعر ده جزء مش حي، الجزء الحي بس في الشعراية هو البصيلات اللي فوق في فروة راسنا، فعشان كده اي دامج او اي ضرر بيحصل في الاجزاء اللي من تحت مش بنعرف نرجعه تاني، لان اصلا الجزء ده مش جزء حي. عشان نعالج المشكلة دي الحل الجذري للأسف هو ان احنا لازم نقص الاطراف المتقصفة، لان زي ما قلتلكوا الدامج اللي حصل مش هنعرف نخليه يرجع تاني يتحسن، او الاطراف اللي انفصلت عن بعض مش هنعرف نلزقهم تاني في بعض، لان الاجزاء دي مش اجزاء حية. فبالتالي لازم نقص الاطراف المتقصفة ونبتدي بقى نحاول ان احنا نعالج او نحمي الاطراف الجديدة من التقصف. بعد ما نقص الاطراف مهم جدا ان احنا نواظب على ان احنا ندهن شعرنا بالسيرم، لان السيرم بيعمل كفر حوالين الشعراية بيخليها تفضل مترطبة، فبالتالي ما بيحصلش الجفاف الشديد اللي بيؤدي للتقصف في الاخر. انا كمان هقول لكم على تركيبة بسيطة كده انا عاملاها ودايما بستخدمها على اطراف شعري قبل النوم، وهي ان انا جايبة كميات متساوية من السيرم اللي انا بستخدمه وعليه زيت جوز الهند. زيت جوز الهند مفيد جدا للشعر، بيغذيه وبيحميه جدا من التقصيف، وحطهم في ازازة مع بعض وكل يوم بدهن اطراف الشعر بس مش الشعر كله عشان الشعر ما يزيدش بالخليط ده. ده بيساعدني ان انا بعد قص الاطراف احمي الاطراف الجديدة من انها تتعرض تاني للتقصف. خلينا نعمل دلوقتي مع بعض وصفة هتساعدك جدا انها تحمي اطراف شعرك من التعرض للتقصف مرة تانية بعد ما تكوني قصيتي الاطراف الاوريدي متقصفة. تعالي نشوف الوصفة مكوناتها ايه. مكونات الوصفة بسيطة جدا، اول حاجة زبدة الشيا الصفراء. زبدة الشيا بترطب الشعر جدا جدا وبتقلل الهيشان وبتعمل كفر حوالين الشعراية تحميها من التقصف، وعليها زيت جوز هند، وهنحط عليهم معلقة ألوفيرا جل او معلقتين على حسب الكمية اللي انت عايزة تحضريها. الألوفيرا جل غني بفيتامين بي وسي، بيغذي الشعر جدا جدا. هنقلبهم كويس مع بعض وبعدين نحطهم في المايكرويف تقريبا 30 ثانية علشان زبدة الشاي تسيح خالص في الخليط اللي احنا عاملينه. ده هيكون شكله كده بعد ما نسيحه في المايكرويف وكل الخليط يختلط ببعضه. هنحط الوصفة دي على شعرنا قبل الغسيل بعيد عن فروة الراس، يعني ممكن نحطها لغاية هنا مثلا في الشعر، نبعد تماما عن فروة راسنا عشان زبدة الشاي تقيلة قوي، ونسيبها من تلت ساعة لساعة وبعدين نغسل شعرنا. دي كده خطوات بسيطة، المهم انك تحطيها في الروتين بتاعك عشان تحمي اطراف شعرك الجديدة بعد ما قصيتي القديمة من انها يتكرر فيها نفس المشكلة بتاعة تقصف الشعر. يارب يكون الفيديو عجبكم، لو عندكم اي مواضيع حابين نتكلم فيها مع بعض قولولي في التعليقات. ميرسي.